فعلا إيه؟ ما احنا مستضيفين احد اي اعطوني المحور هذا، اعطوني المقاطع اللي عندك. المحور الثاني اعطوني ثلاث مقاطع خلونا نشوفها بما ان تطرقنا لعلي هادي. فعليا جاي هنا يا عقاب يا كمر، اعطني الثلج عند مبروك يا رجال. ايه تفرح. من اللي فاز معنا الحين؟ ابو خشبان اللي فاز. من اللي فاز معنا؟ ابو خشبان. جميل. علي هادي ايش رايك فيه كمقدم بامانه؟ والله مميز ابو هادي. مميز؟ نعم. تشوف من عشره كم تعطيه؟ تسعه من عشره. تسعه من عشره؟ نعم. انصفت يعني، اعطيت تسعه من عشره في واحد قابل. طيب هل تشوف ان علي هادي يتجاهل احد وياخذ احد ولا يعاملكم كلكم سواسيه؟ لا 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 لا، المتسابقين كل بيهم عنده سوا. المتسابقين كلهم عنده سوا؟ نعم كل بيهم سوا. القرعه اللي يقوم فيها علي هادي هل هي قرعه نزيهه ولا تحس انها مضروبه؟ لا لا نزيهه. الدليل انه ما يختار بالاسماء مثل ما غيره يختار. ياتي بيحط قرعه يقول كل واحد ياخذ رقمه ويدعي بارقام عشوائيه، واللي كانوا مع الاسبوع اللي طافت ما يجون مع الاسبوع ده. يا سلام. حلو. عقاب هلا والله. علي مقدم